إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل جديد وفي درس جديد في قناة العلم العارف الكذب. العديد من الإخوة طلبوا مني عملة الـ ANKR. ANKR وهي العملة التي سنقوم بتحليلها، وهي العملة التي وقع عليها الاختيار، بالتالي سنقوم بتحليلها. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، بها نضع آخر عروضنا وآخر عرض ودورتي تحليل موجة برايس أكشن فقط $197. يمكنكم التحدث معي عبر هذا الرابط الذي سأضع لكم في الوصف في التعليقات، وإذا أردتم الاشتراك في القناة المجانية هذا هو الرابط سأضع لكم في الوصف. نضع فيها كذلك يعني أرباح المشاركين في الدورة التدريبية، نضع فيها آراء المستفيدين من دورتنا التدريبية صوت وصورة، يعني حتى تكون لديكم صورة واضحة عن دورة تحليل الموجة والبرايس أكشن بطريقة منطقية. لا تنسوا تداول الموقع bprowavetrader.com، به بعض الكتب المجانية يمكنكم تحميلها مجانا، تضغط على يبدأ الآن مجانا، لا إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول هنا خطير، يمكن أن تخسر أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو دمغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم العارف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. مما يعني أنه إذا حللنا فقط شاهد، إذا لم تكن لديك استراتيجية شاهد، لا تدخل في صفقات، أن لا ننصحك بالدخول لا شراء ولا بيع ولا أي شيء. شاهد وقارن، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عائلة قناة عمي عارف الكذب والاشتراك في دورتنا التدريبية. طيب، ANKR ANKR. طيب، لديه موجة دافعة، يعني بيج بوي داخل في هذه المناطق بقوة. إذا أردت الشراء يجب أن أحصل على تصحيح مكتمل قبل الشراء. بالنسبة لي أنا التصحيح المكتمل لا يجب أن تكون فيه موجة دافعة هكذا، صعب 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 جدا. بالتالي سأقول ما أوكي، بما أن هناك موجة دافعة هكذا في التصحيح، لأن موجة التصحيح لي ويمكن أن تكون قوية، سأقول هذا تصحيح معقد. وعندما أرى هذه الحركة، لاحظوا هذه الحركة، الكل سيبحث عن الشراء هنا، وهذا خطأ كبير، خطأ فادح. يريدون الشراء، وهذا خطأ فادح. لماذا؟ لأنهم ينسون أن هذا تصحيح. لاحظوا، هذا تصحيح، الموجة هي تصحيحية ليست قوية. الفرق بين الموجة الدافعة والموجة التصحيحية واضح بأم عينك. طيب، مما يعني، أنا آسف مريض بعض الشيء، يعني مريض كثيرا، لكن هذا عقد بيني وبينكم يجب أن أحترمه. لذلك يجب أن أضع فيديوهات لكم لكي تستفيدوا. طيب، الآن بما أنه صعد السعر بهذه الطريقة، لاحظوا بين هذه الطريقة وهذه الطريقة، أيهما أقوى؟ هل هذه الموجات أم هذه الموجة؟ أكيد هذه الموجة أقوى، مما يعني أن هذا تصحيح. لو كان البيج بوي دخل هنا مثل هذه المنطقة لن يترك السعر يصعد بهذه الطريقة، أكيد سيصعده بقوة. مما يعني فقط منطقيا انه ليس البيج بوي هو الذي تسبب في هذا الصعود من هنا الى هنا. مما يعني انه ليس هناك بيج بوي دخل في هذه المنطقه، مما يعني ان هذا السعر غير مناسب للبيج بوي للحوت. مما يعني انه ربما يعود السعر لهذه المنطقه، هذه المنطقه اللي دخل فيها البيج بوي قد يعود الى هذه المنطقه للدخول مره ثانيه، وهنا يكتمل هذا التصحيح. بالتالي ساقول له هذا المستوى الذي هو مستوى 004 مهم جدا بالنسبة لي. إذا عدت، سأتحدث مع هذا الـ ANKR، إذا عدت إلى هذه المنطقة، هذه بالنسبة لي أنا منطقة رائعة للبحث، يعني لتوقع صعود إلى أين؟ ربما إلى مستوى الـ 127 فيبوناتشي اكستنشن لهذه الموجة الدافعة. أي مستوى؟ 0.27 دولار. تلاحظون؟ طيب، إذن ليس لديك أي شيء الآن، ليس لديك أي شيء، فقط عليك أن تنتظر هذا المستوى أن يتم كسره. هذا أول شيء. إذا كانت لديك بعض الخبرة وتريد يعني أن تبين خبرتك، تقول لا أوكي، أعطني موجة دافعة، أعطني تصحيح، هذا يؤكد لي النزول لكسر هذا القاع على فريم الساعة مثلا، أعطني تصحيح هنا، هذا يؤكد لي النزول. لكن حتى تتجنب كل هذه المشاكل،
كل هذه المشاكل؟ لا، انتظر أن يتم كسر القاع. لأنه لماذا كسر القاع؟ لأن إذا كسر القاع ستكتمل بنية هذا التصحيح A B C لهاته الموجة الدافعة، وسيصبح هذا نموذج اسمه regular flat. وإذا أعطتك موجة دافعة تصحيح هنا، هذا هو صعودك، مثل هذه الموجة، موجة دافعة تصحيح، هذا هو صعودك. لكن هذه المرة لن يكون الصعود بهذه الطريقة، لن تكون دخلت في موجة تصحيح، ستكون دخلت في موجة مثل هذه الموجة. يعني أي موجة دافعة تصحيح أو نطاق، بوم نطاق بوم، لأن البيج بوي هو الذي سيعطينا هذه الحركة. هنا ليس البيج بوي الذي دخل، ليس البيج بوي الذي دخل. وشيء ثاني مهم، شيء ثاني مهم يجب أن تفهموا شيئا بالنسبة للإخوة الذين اشتروا في هذه المنطقة. أنا سأشرح لكم سرا مهما في هذه المنطقة، على أساس أنها منطقة مقاومة قوية لأنها ارتد منها السعر بقوة، عفوا، منطقة مقاومة قوية لأنها ارتد منها السعر بقوة، إذا تم كسرها يمكنك الشراء. تعطيكم شيئا مهما، لاحظ عندما يصعد السعر، المرة الأولى عندما صعد السعر كم ارتد؟ ارتد لنسبة 70%، هذا يعني أن هناك بائعين أقوياء كذلك. طيب عندما صعد السعر، لاحظوا لاحظوا لاحظوا، كسر القمة، كم ارتد؟ أو عفوا عفوا عفوا، هذا خطأ، صعد السعر إلى هذه المنطقة، كم ارتد؟ 10%، 5%. طيب لم بقي في هذه المنطقة، لاحظوا بقي في هذه المنطقة، لم يستطع أن يكسر، لم يستطع، يعني بقي في نطاق. جميل جدا. ثم بوم، كسر القمة. أوكي، عندما كسر القمة كم ارتد إلى هنا؟ كم ارتد؟ أكثر بالنسبة من 100% من آخر حركة. البائعون أقوياء، أكثر من 100% من الحركة، ثم فجأة رجع وكسر القمة. هل سأبحث عن الشراء هنا؟ لا، لا يمكن أن أشتري هنا. لماذا؟ لأن هذه الحركة التي ظهرت أثبتت لي أن هناك بائعين أقوياء جدا هنا، لا يمكن للدخول عكسهم ويريدوا الشراء. حتى لو كان المشترين أقوياء، حتى البائعين لاحظوا ارتدوا لأكثر من 100% من هذه الحركة، 120%، 130%، بالتالي هناك بائعون أقوياء. لا يمكنك أن تدخل الشراء في منطقة فيها بائعين أقوياء لا زالوا لم يموتون، لا زالوا لم يموتون، البائعون لا زالوا لم يموتون. لأنه عندما يصعد السعر من هنا ويعطي تصحيح ثم يصعد، وهذه الحركة الأخيرة يتم ارتدادها بأكثر من 100%، هذه يعني أن البائعين أقوياء جدا. إذا تم كسر هذه القمة لا يمكنك الشراء، لا زالوا موجودين. يجب أن تنتظر أن تكسر القمة وأن تنتظر تصحيح، وهذا التصحيح يبقى في الثلث الأخير ليقول لك أن البائعين خلاص انتهوا إذا أردت أن تشتري. هذا داخل في المنطق وفي البرايس أكشن، تلاحظون. بالتالي لا يجب المغامرة في هذه المناطق، دائما عيروا اهتماما لمكان تواجد البائعين والمشترين، وهذا مهم جدا. بالتالي الآن بالنسبة للـ ANKR يجب انتظار كسر هذا القاع. أولا كسر هذا القاع، ثم بعد ذلك إذا حصلت لك موجة دافعة تصحيح، زائد نقص في ضخامة هذه الموجة اللي راح تنزل، زائد تغلب المشترين على البائعين، يمكن البحث عن الاستثمار. تلاحظون، أتمنى أني يعني وصلت لكم الفكرة التي أريد باستعمال المنطق وبالتحليل الموجي. لا تنسوا استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة، فهو مهم جدا ولن يتكرر. إذا أردتم الاشتراك معنا، ما عليكم إلا التحدث معي مباشرة على هذا الرابط. خذوا الرابط بأكمل أصدقائي، لا تأخذوا فقط الاسم الأخير، واطلبوا رسالة صوتية باسمي حتى لا يتم النصب عليكم. اطلبوا رسالة صوتية باسمكم حتى لا يتم النصب عليكم، ليست فقط، لا تطلبوا فقط رسالة صوتية، اطلبوا رسالة صوتية باسمكم حتى لا يتم النصب عليكم. أنا أكرر مرة ثانية، لا تنسوا إذا أعجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناة، ادعموا هذه القناة كي تصل إلى مستوى أكبر، انشروا هذه الفيديوهات، ولا تنسوا أن العلم لا يعرف كذب، واشتركوا في الدورة أصدقائي ستستفيدون منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم يوسف عايش من فرنسا، قد بدأت الاهتمام بهذا المجال لمدة أكثر من عام منذ فترة أزمة كورونا، ولهذا توجهت لهذا السبب توجهت لهذا المجال من أجل كسب المال بسهولة، ولكن كما قال الأخ وسام إنه مهنة خطيرة ويمكن أن تخسر أموالك، وبالفعل خسرت أموال طائلة رغم أني استعنت بدورة تدريبية بايضة الثمن. ففقدت الأمل وفقدت الثقة في نفسي وبدأت بالانسحاب، حتى صدفة ومؤخرا تعرفت على قناة العلم لا يعرف الكذب في اليوتيوب للأخ وسام، الذي بفضله استعدت الأمل والثقة في نفسي مع الفهم التفصيلي والمنطقي للتداول الذي يمكن تعلمه بطريقة جد سهلة وبسيطة في متناول جميع كل المستويات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأخ وسام على هذه الدورة المهمة جدا، وأنصح كل من يريد تعلم التداول بصفة عامة عليه بدورة التحليل الموجي، لأنها دورة تعطيك المنطق، تعلمك المنطق وتعلمك حركة السوق، ويكفيك أنك تعرف متى تدخل وتخرج من السرقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بإخواننا في قناة العلم لا يعرف الكذب الأستاذ وسام. أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على الدورة التعليمية المفيدة جدا، بها كم هائل جدا من المعلومات مشروح بطريقة مبسطة وفي متناول الجميع، تمكنك حقا من تجنب الخسارة والانتقال كما يقول دائما الأستاذ وسام، الانتقال من 95% لوزرز إلى الفائزين 5%. لذلك أحب التوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على المعلومات الهائلة جدا وعلى التغيير الذي وقع على مستوى حتى طريقة إدارتي المحفظة وطريقة التعامل مع السوق وقراءة الشارت ورؤية الاتجاه بشكل واضح جدا من خلال الدورتين المهمتين جدا، دورة البرايس أكشن والتحليل الموجي. دمتم في رعاية الله وشكرا جزيلا مرة أخرى للأستاذ وسام. السلام عليكم، أنا أحد المشتركين في دورة البرايس أكشن مع الأخ وسام، والحقيقة الدورة جدا جدا مفيدة، ودورة عبارة عن نماذج لحركة الأسعار، وهذه طبعا هي لغة يعني تحتاج إلى مترجم. فالبرايس أكشن، دورة البرايس أكشن هي عبارة عن مترجم، يعني يترجم حركة الأسعار أو الشارت إلى لغة. اللغة هذه تعطيك يعني نقاط الدخول والخروج، فهي عبارة عن ترجمة للغة الشارت، فأنصح الجميع بالاشتراك فيها لأنها فعلا مفيدة وستحقق لك أرباح كبيرة بإذن الله إذا أتقنتها. طبعا نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا والسلام عليكم.